وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا
عنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله پروردگار ابھی ہم نام لینے جا رہے ہیں سید الساجدین زین العابدین امام العارفین علی ابن الحسین کا جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے پھپھیوں کو بے ردا دیکھا سر پہ چادر نہیں ردا نہیں بازاروں میں درباروں میں بے مخنو چادر میرا مولا خود کہتا ہے میں 36 شہروں میں میری پھوپھی زینب کے لیے چادر مانگتا رہا کوئی نہ تھا جو میری پھوپھی کو چادر دیتا کوئی نہ تھا جو چادر کا انتظام کرتا ہائے پروردگار عالم بیماری میں سفر کی زحمتوں کو سید سجاد نے برداشت کیا تیرے دین کی حفاظت کی خاطر پروردگار ہم اسی زین العابدین بیمار کربلا کا واسطہ دیتے ہیں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما اور جو یہ مرض پھیلا ہوا ہے اسے جلد از جلد برطرف فرما یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وسيا
الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں چہار معصومین علیہم السلام کے طفیل میں جن ہستیوں کو تو نے اپنی نگاہوں میں پسند کیا ہے ان محبوب ہستیوں کے تصدق میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری نئے توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الی اللہ وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم